مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. خلينا نرحب بيكم ورحب أيضا بالشيوخ وأهلنا من قبائل سينا اللي موجودين معانا النهاردة، ومن خلالهم ومن خلالكم بقول لكل المصريين كل سنة وانتم طيبين. وكمان يعني ببعت رسالة مهمة قوي، إن الوقت الصعب والظروف القاسية والتضحيات الكبيرة اللي مصر قدمتها، الحمد لله رب العالمين، كانت في مكانها وحققت أهدافها. بس احنا مش عايزين ننسى أبدا في يوم زي ده، واحنا موجودين كده موجودين مع بعض هنا وسط التضحيات اللي بنقول عليها، وسط النجاح اللي اتحقق، ان احنا اسمحوا لي ان انا اطلب منكم جميعا يعني ان احنا نقف دقيقه اكراما وعرفانا واعتزازا بارواح شهدائنا اللي سقطوا هنا من اجل امن وامان مصر وسيناء طبعا. اتفضلوا استريحوا. كان مهم قوي ان احنا نقول ان احنا مش هننسى ابدا الثمن الكبير اللي دفع من ارواح ومن دماء شهدائنا، وايضا من المصابين اللي سقطوا. ويمكن دي بدايه الكلام اللي انا بقوله قبل ما نتكلم في اي حاجه ثانيه، لان ده ثمن الامن والامان والاستقرار زي ما قلت كده لكل مصر، وايضا لامن وامان سينا اللي رجعت مرة تانية كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الأشرار اللي كانوا موجودين هنا اللي هم تقريبا قعدنا نقاتلهم 10 سنين. مهم قوي برضو ان انا اقول لكم ان احنا كنا بنعمل ده، يمكن يعني النجاح الاخير خلال السنة او ممكن نقول سنة، كانت لان تضافرت الجهود وايضا اجتمعت القلوب، كل القلوب. لما ده حصل كانت النتيجة والنجاح كبير قوي قوي، واللي احنا النهاردة يعني ده مش الاحتفال بس عشان تبقى الأمور واضحة، لكن هو طبعا كان بمناسبة يعني الشهر الكريم اللي موجود اللي احنا موجودين فيه، فكان مهم قوي ان انا اجي لكم واسلم عليكم واوصل لكم تحية وسلام المصريين، وايضا افطر معاكم عشان ده شرف ليا ويسعدني يعني ان انا اكون موجود معاكم النهاردة. لكن عايز اقول ان احنا الاحتفال اللي هيتعمل انا اتكلمت عليه قبل كده، لكن تفاصيله لسه ما، لكن لازم هيكون في شكل اخر للدوله المصريه في سيناء، شكل اخر لسيناء غير اللي احنا اتعودنا عليه خلال السنين اللي فاتت. احنا اشتغلنا خلال ال7-8 سنين اللي فاتوا بشكل كبير قوي، مش المهم التكاليف، المهم النتائج. عشان احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت ان سينا 60,000 كيلو، يعني مساحة المعمور من مصر دلوقتي. احنا عايشين على كل من اول اسوان لغاية اسكندرية على حوالي 60-70,000 كيلو. فسينا لما نبذل فيها جهد ونشتغل على ان احنا نعمل فيها مشروعات تنمية حقيقية، ده امر مستحق زي ما قلت مرة قبل كده. واحنا بنتكلم كتير في النقطة ديت، ويمكن الكلام ده بيتعرض برضو بواسطة وسائل الإعلام، لكن ما حدش حاسه، مش الناس مش حاساه وشايفاه بشكل كبير، يعني لأنه اتعمل على مدار ال7-8 سنين، وبالتالي كان كل حاجة بتتعمل بيتم تغطيتها مرة ثم، لكن الموضوع على بعضه كده لا، اللي بذل خلال يعني السنين اللي فاتت ضخم جدا، والأرقام اللي انفقت عليه انفاق كبير قوي. لكن تاني بقول لينا احتفال هنا على أرض سينا في المكان اللي الدم المصري، كل الدم المصري سواء كان من أبناء القوات المسلحة أو الشرطة أو حتى أجهزة الدولة أو أبناء مش عايز أقول أبناء سينا، أنا قلت الكلام ده ما ينفعش يتقال تاني، حتى من أبناء شعب مصر اللي في سينا، خلاص
الكلام ده لما نيجي نحتفل بيه يبقى احتفال يليق بالتضحية، لأن هو تفتكروا أن القتال اللي تم ده كان قتال يقل عن أي قتال قامت بيه مصر خلال معارك سابقة. يعني احنا بنحتفل بأكتوبر، صدقوني اللي اتعمل في الحرب ديت ما يقلش أبدا عن أكتوبر، صدقوني. وأنا مش بقول كده عشان نعظم اللي احنا عملناه، أنا ما عملناش حاجة، اللي عمل كده أبناء مصر، المواطنين، الأسر اللي قدمت أولادها، في من ضباط وصف وجنود جيش وشرطة، وحتى من أبناء سينا اللي موجودين نفس الكلام. عايز أقول في الآخر اللي عمل ده مش إحنا، ده دم أبنائنا أبناء مصر. فإن شاء الله نحتفل بده، وأنا بأكد التزامي وعهدي مع أهالينا اللي موجودين هنا على إن إحنا هنقوم ونبذل ونشتغل أكتر وأكتر في مشروعات تعود بالخير على الناس كلها هنا. أمر مختلف خالص عن السنين اللي فاتت، وإحنا شغالين وهنشتغل أكتر، بنعمل وهنعمل أكتر، بنتحرك وهنتحرك أكتر، في إنفاق من الدولة وهيبقى في إنفاق أكتر، لأن ده أمر زي ما قلت كده مطلوب إن إحنا نشتغل عليه. كمان تلاحمنا مع بعضنا، أنا بكلم هنا مواطنينا في سيناء، سواء في الشمال أو في الجنوب أو في الوسط، طبعا إحنا تلاحمنا يزيد عن كده، وتلاحمنا مع أجهزة الدولة. وأنا هنا مش عايز أقول الجيش أو الشرطة، أنا بتكلم على كل أجهزة الدولة اللي موجودة، التلاحم يزيد، وده دور نعمله بشكل مشترك. يعني إحنا القيادات بتاعت الجيش وقيادات الشرطة مع قيادات شيوخ القبائل، وإحنا عارفين الأعراف ديت، والأعراف دي إحنا بنقدرها وبندعمها وحندعمها أكتر، لأن ده كان أمر كان مهم جدا جدا. وأنا أفتكر إن كان دايما اللقاءات مع شيوخ القبائل كان دايما ليها تأثير إيجابي جدا في حاجات كتير، حتى لو كانت مشاكل أحيانا بتبقى صعبة، لكن كان شيوخ القبائل من خلال أعرافهم والقيم والعادات بتاعتهم اللي احنا هنشجعها وبنشجعها أكتر تاني. بنشجعها وهنشجعها أكتر. ده أمر احنا زي ما بقول، أنا كنت في يوم من الأيام مسؤول في يعني في المخابرات الحربية، وكنت بلتقي مع شيوخ القبائل، وحتى أثناء يعني وجودي كوزير للدفاع كنت بلتقي معهم واتكلم، وفي مشاكل نحلها وفي موضوعات رايحة جاية بينا، وده أمر طبيعي. فأنا بقول تاني إن إحنا قوة ومكانة شيوخ القبائل إحنا بندعمها وبنعززها وهندعمها وهنعززها أكتر. صحيح مش بس هنا، حتى في كل يعني في الغربيه هنعمل كده، وفي الجنوبيه هنعمل كده، في دور بيقوم بيه دلوقتي يعني في هذا المجال. لكن احنا انا باكده ان احنا كدوله هناكد ونرسخ، ومش هقول نستعيد لان الدور موجود، لكن هنعززه اكتر من كده. مره تانيه كل سنه وانتم طيبين، وانا سعيد ان انا موجود معاكم وبطمنكم على حالنا. يعني الحمد لله رب العالمين. أيوة في أزمة اقتصادية كبيرة جدا بتمر بالعالم وليها تأثير كبير علينا، مفيش كلام، لكن بالرغم من كده احنا الحمد لله رب العالمين متمسكين وحنتجاوزها. وانا كنت يمكن لما في الكمين أو نقطة الشلال لما كلمت معاهم شليل ولا الشلال؟ ها؟ شليل. فلما كلمت معاهم بقول لهم اوعى تفتكروا الأزمة دي لا، إن شاء الله هنعبرها زي ما عبرنا كتير، وزي ما كنا بنقول قبل كده الأزمة هتبقى تاريخ، وبقى التاريخ زي الأزمة الكبيرة بتاعت مكافحة الإرهاب هنا، برضو إن شاء الله الأزمة الاقتصادية دي احنا بنشتغل وبنجتهد، وربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا وأكيد هيكلل جهودنا بالنجاح. مفيش مشكلة ملهاش حل غير إن احنا نبقى مستعدين نبذل مجهود أكتر بشكل علمي وشكل مدروس،
ومستعدين ايضا نضحي من اجل الحلول بتاعتها. فانا عايز اكد لكم ان احنا الحمد لله الامور يعني رغم كل الظروف الصعبه ديت ورغم ان الموضوع احنا كنا بنتمنى انه ينتهي الازمه يعني الازمه الروسيه ديت تنتهي في فتره خلال السنه اللي فاتت، لكن الموضوع امتد لاكثر من سنه ويمكن يمتد اكثر من كده كمان. لكن بطمنكم ان احنا ان شاء الله ماشيين في يعني بنستوعب وبنمتص الضغط بتاع الازمه ديت وربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا فيه. أنا مرة تانية سعيد بلقائكم وسعيد أيضا بمجموعة الأبطال اللي أنا كرمتهم النهاردة، لكن إحنا هيبقى لينا في الاحتفال اللي بقول عليه ده شكل آخر وتكريم آخر يليق باللي اتعمل خلال العشر سنين اللي فاتوا. هفكر أهالينا هنا وأقول لهم إن إحنا أنا كنت من الناس وأنا قلت الكلام ده قبل كده من الناس اللي كان مطلع قبل الأحداث دي ما تحصل في 2010 و2009 و2008 على الأوضاع اللي كانت موجودة هنا، وبقول إن إحنا علينا دور مشترك مش أجهزة الدولة فقط، ولكن أيضا عشان كده قلت إن شيوخ القبائل إحنا بنعزز دورهم ومكانتهم أكتر، لأن ده اللي يقدر يخلينا نقول إن الكلام ده ما يتكررش مرة تاني، لأن هو اتكرر لما الإيدين يعني ما بتش بالقوة والعادات والتقاليد اللي كانت راسخة وكان موجودة يعني اتأثرت شوية، لأن احنا مش هنسمح مرة تانية أبدا إن الكلام اللي كان موجود ده يتكرر تاني، إن حد هيقدر يرفع السلاح هنا خارج سلطان الدولة، ده مش هيحصل تاني. لأن احنا لما الكلام ده تم التخاذل معاه في 2005 و6 و7 لغاية 10 احنا اللي دفعنا، احنا كلنا احنا المصريين كلنا سواء اللي موجودين هنا في سينا او اللي الجيش والشرطة وشعب مصر بالكامل، لن يكون مرة تانية سماح لأي مخلوق يرفع سلاح تاني ويترك هنا او في اي حتة في مصر، لأن الثمن اللي اتدفع ثمن كبير قوي، الثمن اللي اتدفع في الحرب دي ثمن كبير قوي، الدم اللي سال هنا والأرواح اللي سقطت عشان نستعيد مكانة سينا ثمن كبير. وبالتالي أنا بقول الكلام ده والكلام ده هيطلع في التلفزيون، الدولة في دولة ولا ما فيش دولة؟ دولة يعني الدولة يعني لها سلطان ولها قدرة، لأنها الدولة دي بنت يعني هي امتداد للدولة، امتداد للشعب، والشعب هو اللي بيحكم البلد، وبالتالي ما فيش حد تاني ممكن يقبل أو يقبل إن يبقى ما فيه سلاح يترفع مرة تانية أو يبقى فيه حاجة خارج السلطان. ده هيتم مجابهته في أي حتة في مصر بشدة كبيرة، بشدة كبيرة. أي حد هيرفع السلاح في وجه الدولة مرة تانية هيتم مجابهته بمنتهى البطش، بمنتهى البطش. أنا بكلمكم بصراحة عشان كل الناس تسمع الكلام ده، في دولة والدولة دي ليها سلطان والسلطان بتاعها ممتد على أرضها بالكامل، وبالتالي ما فيش سلاح يترفع إلا سلاح الدولة، وسلاح الدولة موجه ضد الأشرار مش ضد الأخيار. أنا بس حبيت أقول الكلمة ديت عشان تبقى الأمور واضحة لينا كلنا، لأن إحنا اللي دفعناه كتير ومش هيتكرر تاني، ولن يسمح لمخلوق يبقى معاه سلاح في البلد غير الدولة. كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله ربنا دايما يحفظ مصر ويحفظكم ويعيننا على كل خير، وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا جزيلا.